إذا المشاهدين، العمليات في أوكرانيا عبث وخطيرة للغاية، كما أنها تهدد وجود روسيا كدولة. بهذه العناوين، هاجم ضباط روس عاملون ومتقاعدون، هاجموا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقراره لخوض الحرب في أوكرانيا. الجنرال الروسي المتقاعد ليونيد إيفاشوف ترأس اجتماعا لهؤلاء الضباط، وأكد أنهم متفقون على هذه الحرب، أنها ستقتل الآلاف وستجعل الأخوة الروس والأوكرانيين أعداء مدى الحياة. يثير التقدم البطيء والخسائر التي يقول الغرب أنها فادحة لحرب الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، يثير حقيقة أسئلة حول القدرة التخطيطية لجيشه وثقته في كبار عملائه ووزير دفاعه المخلص وجودة المعلومات الاستخباراتية التي تصل إليه. الحديث هنا لنيويورك تايمز. الجنرال جوزيف فوتيل، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، فسر مقتل قادة روس كبار في الحرب بأوكرانيا على أنه انعكاس واضح لما أسماه الإخفاقات الأمنية العملياتية، بالإضافة إلى تحديات هيكل القيادة الثقيلة للجيش الروسي في مواجهة قوة قتالية أوكرانية أكثر رشاقة، وهو ما يفسر أيضا بطء التقدم الروسي الذي كان متوقعا أن ينتهي خلال أيام وفق القائد الأمريكي السابق. وفيات الجيش الروسي تعكس التحديات التي تواجهها موسكو على الأرض، والاستمرار في خسارة كبار القادة ليس بالأمر الجيد، لأن فقدان القيادة يؤثر في النهاية على الروح المعنوية ومحاربة البراعة والفعالية. لكن الكرملين رد على هذه الاعتقادات الغربية قائلا أن بطء سير العمليات العسكرية في أوكرانيا يأتي نتيجة حرص الجيش الروسي على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الأوكرانيين.